أعزائي المشاهدين، لفاطمة سوريس ومحمد من صعيد مصر اتجوزوا، حبوا بعض واتجوزوا وراحت له مصر وعاشت معاه وحبت يسوع وعرفت يسوع وما تعرفوش اللي حصل. تعالوا نشوف القصة. صلوا من أجل بنتنا فاطمة، هي وعيالها بناتها الاثنين. يا كنيسة قومي بالمصابيح، نواري وقولي مسيح عارسنا جاي ياخدنا إليه، ده جاي بمجده أمين. قوموا يا أبناء النور بالرجاء واستعدلوا بحب وأشواق، شدوا الحطاوي فحطموا بيه لحافظينه للمنتظرين. عشان البث تم بالعافيه، النت عند فاطمه مش مظبوط. هندخل على الحلقه. في الاول هصلي من اجلها. بسم الاب والابن والروح القدس لا واحد امين. يا رب بنشكرك على قصه اليوم، على اختبار فاطمه بنتك اللي انت جذبتها ليك وحببتها فيك. اشكرك يا رب على حياتها معاك. اشكرك يا رب انها عرفتك وهدت جوزها للايمان محمد يا رب، ورغم انه قتل امام عينيها انما لم تضعف، هربت وربنا ساعدها، وهي الان في عمان في الاردن بتمجد اسمك وبتعلن مجدك. وهي اللي طلبتني، قالت لي عايزه اقول قصتي يا ابويا، عايزه اعلن للناس شهادتي. يا رب باركها واسندها واحميها يا رب، هي وبناتها يا رب. اشكرك لك المجد الدائم من الان والى الابد ولا ظهر ظهور امين. اعزائي المشاهدين، في مشكله في الصوت وفي مشكله في النت، فساعدونا انكم اصبروا علينا عشان انا فعلا بتنرفز بسرعه، بس هعمل ايه؟ طيب انا كده دايما منفعل. تعالوا نشوف بنتنا هتحكي لنا الحكايه من اولها. فاطمه من سوريا، احكي الحكايه من البدايه، اتفضلي. الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. انا بتمنى انه ربنا يستجاب صلاتي. وفي البدايه استاذ محمد رحومه، انا بتمنى منك انك توعدني ما تقفلش البث، ولو البث اتقفل هيبقى اتقفل من عندك مش من عندي. وانا عايزه من كل قلبي اقدم لك شخص هو اللي علمني ايه هو الايمان في المسيح، وهو اللي ساعدني في قصتي، وانا طلبت منه المساعده وهو على طول قدمها. فانا بحب اقدم لك شيء. حبيبتي يا بنت المسيح، ازيك يا دكتور رحمة؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ رحومه. استاذ محمد رحومه، عامل ايه وصحتك عامله ايه؟ نشكر ربنا يا سيد، ربنا يباركك. انا زعلت منك بس عمري ما انسى اولادي ابدا، عمري ما انسى اولادي. اوكي كويس ان انت عرفتني بنفسك وانا عرفتك بيا. حابب اقول لك شو صار مع أولاد المسيح وأولاد رب المجد بعد الحلقة مع عبدة الشياطين. وأشكر أختي الذي قدمتك إليّ
الذي هي من بيت المسيح، الذي هي تحتاج إلى من يرعاها، من يحتملها. وإحنا عارفين إن أنت أب حنون وأب رحوم. طيب خلينا وأب ما تحتمل. تمام تمام، إحنا بنتكلم بصراحة وبكل الحب، صح؟ أنا فوجئت، أكيد يا أبا. أنا عملت حلقة معك، كانت حلقة حلوة والناس حبت. ممكن خلينا أكمل، خلينا خلينا أكمل. اتفضل يا أبي، اتفضل. طيب. أنت أبوي. عملت معاك حلقة وكانت حلوة وكده، لقيتك كل شوية تكلمني الحلقة عاملة ملايين. ملايين إيه؟ لا الصوت بيقطع من عندك يا باي، الصوت بيقطع يا أبويا، فأنا مش سامعك كويس عشان أعرف أرد عليك. ماشي ماشي، أنت طلعت معايا في حلقة وبعديها الحلقة كانت كويسة وأنا صدقت قصتك وبدأنا نتكلم ووعدتك نقف أقف معاك. بعت لك أول مرة $350 عن طريق خالد، صح؟ طب ممكن أنا أحكي للناس والناس تحكم ما هي؟ لا لا مش لا لا لا، ما أنت كده إيه، أنت كده تبين للناس ما هو حق وما هو باطل. ليه؟ ليه مش أنا بقولك اللي حصل؟ أنا بعت لك كام؟ أنا هقول لحضرتك كل ما هو حصل. انت بعتني انا بس انا سؤال. انا بقول لحضرتك هون كل ما حصل هو حقيقه ما هو باطل، ما فخليني باطل. انا حكي. لا 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 انا ما بقولش يا بابا بابا. لا لا انا بابا. ما بقولش باطل. لا 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 ما بقولش باطل، انا ما بقولش باطل. اتفضل يا بابا، اتفضل يا بابا، انا هسمعك ويا ريت زي ما انا هسمعك انت تسمعني والناس. تمام، بعت لك 350 انك تسكن وتجيب مراتك من الدير وتسكن وتاخد مكان، حصل؟ بابا بابا انت الشبكه عندك كده بقت تقطع اكتر مكانت لموظف الكلمه. انت كنت بتحكي دلوقتي فاطمه، على فكره دي قصتها حقيقيه. يحزنني ان انت مش عاوز تسمعنا. مش عايز اسمعك ليه؟ ولا عاوز تسمع ما انا بديك الفرصه. ما هو حصل ولا عاوز تسمع فارجوك. لا انت عايش في امان، في امان. اولا انت دخلت، فخلينا احنا نحكي ما هو حصل فينا انا وخالد وزي الاخت فاطمه وفي الافات غيرها. خلينا احنا نحكي شو صار معانا، وانت بعدين احنا هنسمعك براحتنا. لا لا وزي ما انت عايز. انت دخلت الحلقه بطريقه غلط، انت لم تستاذن. لا ما دخلتش غلط. لا لا دخلت غلط. انت رفضت وعملت حظر ليا انا وخالد. رفضت لانك انت بدات تتكلم كلام مش مظبوط. شبكه بتقطع، الناس مش هتستفيد كده. خلاص انا هعمل لك ايه؟ الشبكه بتقطع، انا هعمل ايه؟ انا الصوت مش واضح. من عندك انت مش من عندي انا. انا سامعك كويس و100 كله 14. عندي كويس، الصوت عندي كويس. الصوت عندي كويس حبيبي. انا سامعك كده كويس. طب انت تحب تتكلم حضرتك انت الاول ولا اتكلم الاول؟ انا اتكلمت، انا بعت لك $350 في البدايه وقلت لك خد مكان. صح. واهتم بخالد وانا هبعت له. لقيتك بدأت تتكلم وتقول انتوا بتلموا فلوس كتير علينا، رحت حضرت الحلقة بتاعتك الحلقتين قلت لك ادي الملايين اللي انت بتجيبها لنا مش عايزينها، ده اللي حصل مني ولا لا؟ وقلت لك يا لا انا طب لا. طب انا احب اوضح للمشاهدين واخواتي واللي حضرتك ايه اللي حصل. انت دخلت الطريقة غلط ولا انت ما يصحش تدخل بالطريقة الغلط دي، لازم تستأذن. دي طريقة فيها لصوصية، فيها عدم استخدام، فيها لا لا، دي انا ما اسمحش بيها. كان الوقت موضوع. طب حضرتك 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 حابب توضح للمشاهدين والمتبرعين لإلي ان انا اوضح ان انا اذا لص او حرامي او ابن المسيح بجد او حضرتك
لا مؤاخذة في الكلمة، معاصرة، أنا ابن المسيح، أنا مش هقدر أغلط، لا انت معاصرة غلطت، لإيه؟ انت إن غلطت، أنا انت غلطت كتير يا ابني، انت غلطت كتير. بس هو دخل بطريقه مش مظبوطه، كان المفروض انا بذيع اختبار لفاطمه. انا بعتذر، او هو الحلقه معاه، انا ما بحبش افضح ولادي. الحلقه معاه، عملت حلقه معاه كانت حلقه ساعتين ونص، وبعدين عملنا حلقه عن عباده الشيطان. حلقة عبادة الشيطان بعدها قلت له خد سكن ولمراتك، وبعت له 350 دولار، وبعدين بعت له 300 كمان. خد الفلوس وما اعرفش عمل بيها ايه. انا طبعا اضطريت ان انا ابطل اعمل له حظر للحلقتين، شلتهم لانه بيقولوا انتوا الحلقات دي عامله ملايين. طبعا ما لا لا، حلقات اللي بتعمل ملايين ده احنا مش لاقيين ندفع ثمن النت بتاع ده. فانا دي الحلقه، المفروض انا في عندي حلقه مع فاطمه. انا ما بحبش اكلم حد، وما بحبش اهين حد على الهوا ابدا، ولا اذكر بلاويه ولا مشاكله، ما حصلت ليش ومش هتحصل. انا كان المفروض بذيع اختبار لفاطمه. فاطمة دخلت الشاب ده بدون إذني، فأنا طبعا بعتذر، لكن أنا قبلت إن أنا أقول لكم قدامه. أنا شطبت الحلقتين بتاعتك، حضرتهم من عندي من اليوتيوب، لأنك أنت اعتقدت إن إيه، إن ملايين جاية لنا وإحنا واخدين الملايين. فأنا ده السبب إن أنا ده السبب اللي انا ما يعني منعت ان انا اتكلم معاه او اعمل اي حاجه معاه. خلاص، مش احنا مش ناقصين، عندنا بنت مسؤوله عن الخدمه في لبنان مقبوض عليها، اديلها اسبوعين بنحاول نقوم لها محامي، والمحامي طالب مبالغ كبيره، عشان قال لي وعدني المحامي انه بعد اسبوع يطلعها. احنا عندنا مشاكل كتير، مش فاضيين نخبط في بعض ونخبط، وده قال وده ما قالش. انا فاضي، انا صحتي ما بتسمحش. فالمشكله ان انا وصلني الـ كلام مش كويس عن هذا الشخص. خلاص، كل واحد في حاله، حذرته خلاص، ومستمرين في خدمتنا. وانا بعتذر لكم عن هذه الحلقه. انا كنت بقدم واحده وهي خدعتني ودخلت سيد الصعيدي من غير ما تقولي وما استأذنتنيش. عموما أنا بقدم له كل حاجة على الواقع أهو، ربنا يبارككم. بس البت كانت مش عارف كده، أنا شاكك في القصة. هشيل البوست، وأنا بشكركم على هذه الحلقة، وانتظرونا في حلقات جديدة. صلوا من أجلنا، العثرات كتير، الحرب شديدة، بتجينا من كل مكان. أشكركم، ربي يبارككم، صلوا من أجلنا، سلام الرب يكون معكم، آمين.